اسمعوني، اسمعوا ما سأقوله. إن اسمي هو رجاء بن الضحاك، وأنا الآن ضيفكم. جئت حاملاً سلام وتحيات الخليفة المعظم عبد الله المأمون المفدى لأنصاري وأصحاب علي بن موسى الرضا جميعاً. وهل يحتاج إبلاغ السلام إلى اصطحاب جيش كهذا؟ كذاب! أنت كذب! مهمة هذا الجيش حماية ولي عهد الخليفة خلال هذه الرحلة الشاقة والخطرة. من هو ولي عهد الخليفة؟ وهل ولي العهد في المدينة؟ هل يعقل ما تقوله؟ لقد قرر الخليفة إعادة الحق إلى أهله الأصليين وتسليم الخلافة من بعده لصاحبها، ولهذا كان اختياره لعلي بن موسى الرضا ولياً للعهد. هل تسمعون هذيانا؟ أترون أيها الناس كم هو ساذج؟ وهل تظن أن علي بن موسى الرضا سيقبل بهذا الاقتراح؟ لا لا يمكن. نحن لا ندري. بغوغائكم هذه لن تسمحوا لنا بإيصال كتاب الخليفة إليه لمعرفة جوابه عليه. الجواب كلمة واحدة: لا. لا 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 لا. قولوا، هل بلغت الوقاحة بكم حدا يجعلكم تقررون بدلا عن إمامكم؟ وإن رفض أبو الحسن فماذا يجري؟ الحقيقة أنا لا أدري. يجدر بك أن تسأل السؤال لعيسى، من مسؤوليته الإجابة على مثل هذه الأسئلة. إذن ثمة ضغوط في الأمر. لم يحدثوني بذلك. هشام، ماذا تفعل؟ لا شيء، لا شيء. إنني قلق جداً إزاء هذا الرجل الذي يدعى عيسى الجلودي. أخشى لا قدر الله أن يلحق مكروهاً بحبيبنا علي بن موسى الرضا. ليس من الضرورة أبداً أن نخشى على حياة الإمام، فهو قادر على أن يحمي نفسه. هذا صحيح، ولكن ماذا عسي أن أفعل؟ فأنا قلق. أيها الشاب، قل لي، أتعلم حقاً ما هي حقيقة هذا الموضوع؟ أي موضوع؟ مجيئكم إلى هنا، ذهابكم، السفر إلى مارو، وولاية العهد. ربما تعرفون بالأمر أكثر مني، وفي الواقع لا أحد يعلم المزيد. ولا حتى أبوك؟ حتى وإن علم فهو لن يتحدث. عذراً، قل لي، لماذا اختير أبوك لهذه المهمة؟ سمعته طيبة جداً، ولا يكن عداء للطالبيين. وعيسى الجلودي؟ إنه سيء السمعة جداً. إن لمرافقة هذين الرجلين معنى خاصاً. إذن نسأل الله أن يوافق أبو الحسن. هشام، قولوا ما يحلو لكم حوله. إنني أخشى كثيراً الرجل المدعو عيسى الجلودي. أخشى إن لم يوافق أبو الحسن أن...
هذا الظالم لعنة الله عليه، أنتم تجهلون ما ارتكبه من مجازر في الماضي. أعطني لأدخلها بنفسي. ليت كل أهالي المدينة كانوا مثل هذا الرجل، يخافون من عيسى الجلودي. حينها كانت اطمأن بال أبي كثيرا. ماذا حصل؟ ماذا؟ هل وافق؟ وما أدراني، فأنا لم أسترق السمع لحديث الإمام. لكنني لا أفهم، لما كل هذا التردد؟ هشام، أقول لك صن لسانك، أتفهم ما تقول؟ أجل أنا أفهم، فعلى الأقل أنا أفهم ما أقول. أسكب. لقد طفح الكيل، إنهم يتشاورون منذ عدة أيام من دون أي نتيجة تذكر. إنني أرى إما أن يوافق أبو الحسن، وإما أن يطرد أولئك الغاصبين الظالمين من داره ويريحنا جميعا من هؤلاء الأوغاد. يا هشام، لا أعنيه هو، إنه صديق ابن عقيل وهو أيضا ضيفنا. تفضل كل، تفضل. إذن أنت تعني عيسى الجلودي؟ ألم تعد تخشى؟ عيسى الجلودي؟ ذاك الرجل البائس لن يجرؤ على ارتكاب أي حماقة، فاليوم هو ليس كالأمس. سيلقنه أهل المدينة درساً يجعله يزحف خلف أسياده إلى مرو وهو يئن من الخيبة والذل والعار. عمر، اذهب وأعد العدة للسفر غدا. لقد وافق؟ كلا، لقد قبل فقط أن يرافقنا إلى مرو لا أكثر. ماذا حصل؟ لا شيء، يجب أن نصبر. إلى متى؟
إلى ما تستدعيه الحاجة. ليتنا نسرع في الخروج من هذه المدينة. أتخاف؟ ألم تخف أنت؟ انظر إليهم جيدا، إنهم يرمقوننا بأبصارهم تماما كالصياد الذي ينظر إلى فريسته الخائفة. اهدأ يا عيسى، الجزع على فراقه جعلهم يتناسون وجودي ووجودك أنت أيضا. ليس من سبيل سوى الصبر والانتظار أيضا. ماذا حدث؟ ماذا يفعل؟ لا يزال جالسا عند قبر جده، ويصعب عليه فراقه، يبكي عليه بحسرة ومرارة وألم، ويطلب شفاعته. لا أدري ما الذي يعنيه، وأي غائلة تنتظرنا في المستقبل. ولكن لما البكاء؟ سمعت من أهل بيته أنه ذاهب في سفر لا عودة منه، ولقد أوصاهم بالبكاء عليه. وقبر بتروس يا لها من مصيبة، ألفت على الأخشاب بالسفرات. إلى الحشر حتى يبعث الله الكرباتي.
أكاد لا أصدق ما أرى. انظر، إنه ابن عقيل، وذاك عمرو بن رجاء، وهو من أقرباء الفضل بن سهل. يبدو أنه هودج علي بن موسى الرضا. يبدو أن ما سمعناه حقيقة. علي بن موسى الرضا ذاهب ليصبح لعبد الله المأمون وليا للعهد. لا أصدق ما أراه، ما زلت لا أصدق الأمر. أنت لا تصدق، ولكن انظر جيدا، فلنذهب من هنا. وعليكم السلام. ما الأمر؟ ماذا جرى؟ لما هذا الصمت؟ ما سمعناه صحيح. علي بن موسى مع خدم وحشم وفي طريقه إلى مرو. هل أنت متأكد؟ رأيناه بأم العين. إن هذا مستحيل، ابن علي إلى ولاية خلافة بن العباس؟ مؤكد أن الأمر أشبه بمزحة. ألم تفهم ما قلت؟ لقد اقتنع ووافق، إنه في طريقه إلى مرو. إسماعيل، ماذا رأيت؟ تكلم. داود معه حق، فعلي بن موسى الرضا يرافقه رجال من جيش المأمون في طريقهم إلى مرو. حتى وإن كانوا كذلك، لا أظنه قد وافق. يبدو لي أن رجال المأمون قد أخرجوه من المدينة رغما عنه. لا يمكن لأحد أن يجبره على ذلك، فالمدينة كلها معه، والكثير من القبائل رهن إشارته، وهناك عدد كبير من الفرسان الشجعان يحيطون به. لو كان تعرض لأدنى مكروه لكانت. الغواء والفتن قد ضربت بأطنابها أرض العراق، أليس كذلك؟ ربما هم يتجنبون ذلك، وربما هو يخشى اقتتال الأخوة. قتال الأخوة؟ وهل المأمون وأنصاره أخوة لنا؟ يا علي، ترى هل نسيت؟ فالمأمون هو ذاك الشخص الذي تعاوننا معه، كما وأننا حربنا جنبا إلى جنب مع جيشه. لا تخطئ يا إسماعيل، لقد غيرت الموضوع. إسماعيل، ألم يلمنا علي بن موسى حينها ويقبح عملنا الذي قمنا به؟ ماذا حصل ليذهب بنفسه ليكون وليا للعهد؟ ولكن إن حصل ذلك، لن يستطيع أحد رفع رأسه ثانية. لن تتعالى أبداً أية صرخة، ولن يستطيع أحد رفع لواء الطغيان بوجه المأمون، ولن يكون أحد قادراً على مواجهة المأمون، وسيصبح المأمون سيد الميدان. ولكن علينا التحدث إليه، علينا أن نعلمه بالخطر الكبير الذي يتربص به وبأنصار أهل بيت النبي. لنذهب إليه وندعوه إلى العودة. لا، لن يتطلب الأمر محادثات. ليس بالشخص الذي يجهل مثل هذه الأمور، وأنا واثق بأنه يدركها تماماً. ماذا إذن؟ يجب علينا أن نتصرف. لن نقف مكتوفي الأيدي دون القيام بأي شيء. ليس أمامنا سوى سبيل واحد، يجب ألا تطأ قدمه مروى مهما حصل. ماذا تنوي أن تفعل؟ هل نقتله برأيكم؟ وبعملية قتله نصيب هدفين معاً، منعه من الوصول إلى مدينة مارو، وإذكاء نار الحرب مجدداً ضد المأمون وأتباعه. شرط ألا تنكشف أيادينا في هذه اللعبة، ليتهم الجميع المأمون وفضل بالتخطيط لقتله.
حسناً، أنا وداود موافقان. جعفر، هل تقسم معنا على ذلك؟ يا ابن الضحاك، أعرف هذه القبيلة جيداً، كلهم عصاة وفوارس. اهدأ قليلاً، يجب أن لا نسمح لهم بالاقتراب من أبي الحسن. ولماذا؟ وتسأل لماذا؟ بإشارة منه تكون حياتنا جميعاً في خطر. لا تخف، لو كان يريد ذلك لفعلها في المدينة. على أي حال أطلب من رجالنا التأهب والاستعداد. لا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. جعلت فداك يا مولاي ابن موسى بن جعفر، لم أتصور أنني سأشهد لحظة كهذه وأتمتع بجمال نور وجهك المبارك. يا ابن رسول الله، عندي سؤال، إلى أين نحن عازمون؟ ألا تدري؟ لقد عرفنا، لكننا أردنا سماع ذلك منك شخصيا. لقد استدعاني عبد الله المأمون. إذن الأمر صحيح، هل أقدمت على ذلك رغبة منك؟ رغبتي كانت في البقاء بالمدينة. إذن هم يصحبونك رغما عنك؟ في هذه الحال اسمح لي مولاي بأن نصرخ أنا وقبيلتي لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونبيد الغاصبين عن بكرة أبيهم. قبل أن تمتد أيديكم إلى السيوف فكروا في ثبات دين الله. إن بقيت شريعة محمد حية ولم تغفل قلوب الناس عن القرآن والعزة والسنة النبوية، لن نكون أنا وأنتم بحاجة أبدا إلى الاستعانة بالسيف. لا تخشوا الظالم بل جهالة الناس. اذهبوا، عودوا إلى بيوتكم وأهاليكم، وكونوا على الدوام حماة لدين الله. ماذا جرى؟ ماذا كانوا يريدون؟ لقد مضت على خير، كانوا سيهاجمون. ألم أقل لك؟ فما كان من أبي الحسن إلا أن حذرهم ودعاهم إلى التهدئة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله
ثمة مجموعة كمنت خلف التلال وسدت علينا الطريق. سد الطريق؟ ما هو هدفه؟ لا أدري، لم نقترب منهم. كم عددهم؟ لا أظنهم يتجاوزون 100. أي يقاربون 100؟ فليجهزوا خيولنا بسرعة. يبدو لي أن بعض الطالبيين قد جاءوا في إثر مولاهم. انتبهوا للإمام، ربما حصلت مشكلة. طاهرة تعالي. من أنت؟ وما الذي تريده؟ ومن أنت؟ حسناً، أنا اسمي هو رجاء بن الضحاك. لا كلام لنا معك، فأنت قريب ذلك المجوسي الذي دبر هذه المؤامرة الخبيثة. أي مؤامرة؟ نريد التكلم مع القائد عيسى الجلودي. أنا عيسى. يا عيسى، إنك منا، كنت من قادة ومستشاري الخليفة المتوفى هارون الرشيد، ونحن قادة وأصحاب مناصب عنده. ما الذي دفعك لكي تقبل بعار كهذا العار؟ هذا يكفي، تكلم باختصار، قل لي ماذا تريدون؟ حياتنا وعزتنا في خطر، إن فضل بن سهل جعل من خلافة بني العباس العظيمة ألعوبة يمرر بها كل مكائده، وها هو الآن يريد نقل الخلافة إلى هؤلاء الطالبيين. اعلم أن حماية عرش الخلافة بعهدة الخليفة فقط وليست بعهدتنا، فالخليفة يعرف ما عليه فعله. اذهبوا من هنا ودعوا تدبير شؤون البلاد في عهدة الخليفة. كلا، فنحن ثرنا لحماية عرش الخليفة، وما لم نعد هذه القافلة حالا ونعلم المأمون بهذه الدسيسة الدنيئة لن نرجع أبدا. أنا لا أسمعك، اقترب لأسمع ما تقول. ولكنني كنت أصرخ، ألم تسمع ما قلت؟ لا، هل سمعت؟ اقترب أكثر، اقترب أكثر لأسمعك جيدا. أخبرني ما اسمك. أحمد بن يعقوب. لقد قلت لنا الآن إنكم جميعاً في خدمة الخليفة المأمون، أصحيح هذا؟ أجل. أيها النذل الحقير، هذه القافلة انطلقت بأمر من الخليفة المأمون، وكل من يسد طريقها يكون خارجاً على خليفة الزمان وسوف يعاقب بشدة. هيا يذهبوا. Thank you.
هيا ادفنوه هنا. يقول علي بن موسى الرضا: إن تكررت فعلتكم هذه مرة ثانية وقتلتم أحدا من الناس لمعارضته أو مناصرته لي، سأتوقف عن المسير وسأرفض المجيء. قل له لن تتكرر ثانية. هل سمعت ما قلته عيسى؟ أجل سمعت، ولكن لم يكن من سبيل آخر. بحسب أوامر الخليفة أنا الآمر الناهي الوحيد في هذا السفر. لا شيء، بحثنا في كل مكان. ترى إلى أين ذهبا؟ لا أدري، ولكن يمكنني أن أتكهن. أيها القائد، قبضنا عليهما في الجوار هناك. إنني أعرفكما، لقد كنتما برفقة طاهر. وأنا أعرفهما. إبراهيم، إسماعيل، ترى ماذا تريدان؟ جئنا نطلعكم على أمر مهم. حياة أبي الحسن في خطر. ماذا في خطر؟ ما الذي حصل؟ ما الخط؟ تعال وانظر. ماذا يفعلون هنا؟ لقد جاءوا لاستقبال أبي الحسن. يخرجون من أوكارهم من كل حدب وصوب لرؤيته. لا أدري أي معجزة يتوقعونها. إن الناس يؤمنون به ويرون فيه دنياهم وآخرتهم. منذ اليوم هم مجبرون على إيجاد دنياهم في حد سيوفنا نحن، وليطلبوا الآخرة من الله. علي، أرجوك لننصرف عن خطتنا. لا تخف، لن يحصل أي شيء. يكفي أن تصيب الهدف كما عاهدناك. لكنه ابن رسول الله، وقتله ربما. لكن ابن الحسن لن يقبل أن يكون للمأمون وليا للعهد. ومن أين عرفت أنه قبل؟ طالما خرج من المدينة فدمه مباح. ربما رأى مصلحة في ذلك. ليس في هذه الخطوة أي مصلحة. جعفر، لا أرى في حديثك أي تعاطف معنا. أخشى أن تكون قد نويت نكث العهد معنا كما فعل إبراهيم وإسماعيل. إن كان ذلك صحيحاً أخبرنا لنعرف تكليفنا. لا، أنا لم أزل متمسكاً بعهدي ووعدي. جيد، إذن لنجد مكانا مناسبا ننفذ فيه هذه المهمة.
من هم هؤلاء؟ لا شك أنهم ليسوا عباسيين. أظنهم جاءوا لاستقبال أبي الحسن. اذهب وبلغ عمرا، وأنا سوف أبقى هنا. لا شيء، لقد بحثنا في كل مكان ولم نجد لهم أثراً أبداً. ربما صرفوا النظر، وربما غيابكما الذي دفعهم إلى الهرب. لا، أنت لا تعرف علي بن عثمان، فهو ليس بالشخص الذي يتراجع بسهولة عن نواياه. وداود أسوأ منه، كلاهما الآن يتخبطان كالأفعى السامة ويلفظان السم متى استطاعا ذلك. أنا واثق أنهما يكمنان في الجوار بانتظار فرصة مناسبة. ولكن لماذا جعفر؟ ألم يعتبر نفسه يوماً مخلصاً للإمام؟ ماذا أقول؟ نحن نعوذ بالله من وساوس الشيطان الرجيم والخبيث. ماذا وراءك؟ ثمة جماعة كبيرة تجمهرت في الجوار. ولأي هدف؟ لا أدري، يبدو أنهم جاءوا للاستقبال. أين هو يوسف؟ بقي هناك للمراقبة. هيا بنا. لقد جاء من كنتم في انتظاره، ابن رسول الله قد جاء. أشعر بالقلق، يجب أن لا نقترب من تلك الجماعة، فثمة خطر في هذه الظروف. كن مطمئناً، لن نقترب. عندما نصل إلى ذلك الوادي أمرنا رجاء بتغيير مسيرنا والابتعاد عنهم. ولكن أين طاهرة؟ إنها قادمة. لا، إنه يوسف. يوسف؟ الجماعة تزحف مهللة نحونا. تزحف نحونا؟ أجل. جماعة تزحف نحونا، فلنتوقف هنا. فلنتوقف. لا تسمحوا لهم بالاقتراب منا، سدوا عليهم الطريق. هذا أبو الحسن، اذهبوا، لا تدعوه وحده.